بطنك. مش قادر يا جدعان. هو عمل ابوه يخون، كان حامل وانت ضيعت، ويقول لك 3 سنين اتخطف. ما يتخطف يا عم، ما يتخطف يا اخوي. يتخطف هو كان ابن اختك؟ لا. انت تعرفه؟ لا. بس يا حسين ما عاملني فضيحه ليه؟ وجمالك يا وكيل قدر موقف الولد. يلا فاكر هتقول ايه؟ قالوا رميس نومه كان بتشم السحابه، قالوا رميس نومه كان بتشم. خلاص يا ابن الشمامه، خلاص خلاص يا اخوي كده يا وكيل. خلاص يا اخوي، يلا يلا. انت حاططني حطه، ربنا ينتعك. يلا العفريت جاله اسهال. انا قلت جاله اسهال؟ مش عنده 3 سنين هيجي له ايه يعني؟ واتشخصت يا دكتور. اسكت. يلا يلا يا عم، دخلنا في الاسهال. الله يقرفكوا. يلا يلا. قرفت مني قوي. يلا يلا. العفريت جاله رميس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. جاله ايه يا بالحاج؟ رميس. وده بكم ولا بنص كم يا عينيا؟ ايه اصل انا عندي واحد صاحبي جاله سنتالون. سنتالون؟ واحده صاحبتي جات لها سيبه فوق الثقبه اللي هي الركبه. الركبه؟ واحد صاحبتي لابس سنيله بسملات اللي هي الحمالات. طب امشي. صغراتي قعدت الخيبه امشي. بسته. امشي احسن لك، هديك بالسازمه اللي هي الجزمه. تعال ادينا في خبتك. تعال يا واد قليل الادب. ايه اللي حصل بقى؟ طب والله يا قاسم انت بالذات لو شفت العفريت هتحبه يا عم. ليه؟ عشان انت حنين يا قاسم. يا سلام. العفريت ياخد قلبك كده، الواد شكله حلو. انت بتتكلم بجد؟ اه ربنا. لا احكي لي بقى، احكي لي. أم يا عم. مال هم؟ أم الله يسامحها بقى. مال هم الله يسامحها؟ أم. مال همه؟ أمه. مال همه؟ وهي حامل فيه. اه. كان بيشم سحاب. ايه يا جدع انت الطريقه دي؟ انا قلت لك امي بتبيع بانجو، ما تتكلم عادي. ده احنا هتقبض علينا واحنا واقفين. دماره ده وقت الطريق. بتشم ايه يا اخويا؟ شم سحاب. السحاب ده؟ اه كان تطير طير وتسحب سحبتين وتنزل. وده يعمل ايه ده يا ضناي؟ انت برضه اللي بتسال، ما انت قريب منه عارف. وحياة ابوك لا تقول لي بيعمل ايه؟ بيعمل دماغ مطر في الصيف كده. انت بتتكلم جد؟ آه. انا عارف النسوان ديت. ايه؟ تعرف ست السيد؟ مالها؟ بتشم شربات. وده يعمل ايه؟ يعمل دماغ جزم في الشتا كده. يا وكيل قول لهم زهور مش هزهر خلاص. طب اظهر ايد واحده بس. ما ينفعش وحياة ابني. ما ابني مين يا انت؟ يا راجل انت مخلف؟ تتح. انا ما حكيتكش عنه. تتح؟ تتح ده طولك في اعداديه دلوقتي. يعني ابنك في اعداديه وانت في كيجي 1؟ ما احنا عندنا بالعكس، انا ابويا لسه في الكتاب لحد دلوقتي. نبي فكرتني يا وكيل، الواد تتح نتيجته بكره، خليهم يدعوا له بالنجاح والنبي. لو دعوا له تظهر؟ ابدا ابني تظهر. يدعوا له من قلبهم بس. تظهر؟ اظهر. يلا يا ولاد اخر طلب معايا. امرنا امرنا، ما انت فرهدتنا. ادعوا ورايا بس من قلبكم. يا نينا يا رب تنجح يا تتح. يا رب تنجح يا تتح. رب تنجح يا تتح. يا رب تنجح يا تتح. اظهر لما النتيجه تطلع. ايه ده ايه ده؟ لا عيب يا وكيل. يا تروكا شكشوكا. يا مجنون. يا شكشوكا. يا رمسيس. يا تحرير. يا رمسيس. يا عتبه. احنا هنقف نركب. هو تعبك؟ ايوه. اخص عليك يا عفريت، انت ليه تعمل كده في الوكيل؟ اخص عليك. خلي ايه؟ تعال درسك وجعك ياض ولا ايه؟ لا في ضرب في المنطقه. ضرب ايه؟ هنا صعبت. طب قول اخص عليكوا على شكلك. اخص عليكوا على شكلك. من ناحيه قلبي ونار قلبي في هبل بيحصل في الفانيلات. لا يا ابني الوكيل عمال يكلم العفريت. مش ناقصه فتيات. ها بيقول لك ايه وكيل العفريت ده؟ ايوه كده، خلي كوكب الارض يحلو. تبقى يا بنت انت عن المنطقه دي وانت مالك؟ ما تبقاش تطعر ازاي؟ ما جنبك عربيه فولكس خضره تحرق بيها. ده بايخ قوي. اوه في ناموس. لا يا اختي ده بوس. بوس؟ اشمعنى انا لما اروح الدحيه؟ يا واو انزل بوس الولايه دي. فين البوس يا بيت؟ بيت يا مريم، انا عارف ان انت رايحه تسكري في خمار البحر في اسكندريه. هديلي اللي بيرقصك. انا وسوستني في وداني. اذكر الله. اذكر الله. الله اكبر. الجينه مفرفرها. يخرب بيتك انت هتذبحها. مش تاكلها احسن ما تفكس. انا مصدقك يا حبيبي والله مصدقك. مصدقك بس سيب البنطلون. سيب البنطلون. سيب البنطلون. مش لابس حاجه تحت مني. خد هنا. انت مش لابس حاجه تحت منه ليه؟ انا بصيف بدري يا اخويا. تعالى تعالى يلا اطول من الليله السوداء انت. ايه ده؟ تعالى كلمه على العفريت هديك على قفاك فاهم؟ وكيه؟ ما تخافش. ما تخافش ازاي؟ يا هند هجيب لك الانتيكات اللي بتحبيها بس سيبك من العيله دي خالص. في ايه يا بنت؟ طلع
عامل الجواز. يا وكيل وكيل في ايه؟ السيجاره في الهوا. سيجاره ايه؟ السيجاره بتدخل في الهوا. ايه ده يا وكيل؟ السيجاره في الهوا. اظهر عشان خاطري. مش هينفع. اظهر. انا هدمرك طالما بتغلط فيا. انت فين يا عم؟ انت مالكش دعوه. انت انت بتكلم مين؟ بكلم نفسي. وكيل السيجاره دي كانت فين؟ اسمع يا جدع انت من الاخر بقى. ها من الاخر عشان الجنان الرسمي. في عفريت ولا صياعه ابديه؟ والله العظيم يا خالد في عفريت وموجود معانا دلوقتي واسمه عفروتو. حلو، خلي سي عفروتو بتاعك يظهر لي وانا اضربه بالجزمه. اوبا انا اسمه الواد ده قال ايه يا وكيل؟ هيديك بالجزمه. يدي مين بالجزمه؟ مش انت ده دعاش ولا كده؟ مش انت مش انت مش انت مش انت انت بس عشان طويل بتاخد الجزم من فوق. توكيل الواد ده قال كده ولا انت بتهزر؟ شكلك وحش. يلا سماح عشان خاطر. لا سيبك من شويتين عشان خاطر عيونك. لا 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 سيبك من شويتين دول. انت عايز تولعها ولا ايه؟ نفسي اشوف لك اي منظر عفاريت. تتكلم بجد؟ نفسي تنفخ نفخه زي العفاريت تولع الدنيا. ايه ده ايه ده؟ نفسي افرح بيك قبل ما اموت. انت شكلك مش مصدق ان عفريت اصلا علي الطلاق. ما توريني باسبورك لما اقصد باسبوري. أيوة. طب خليه يستفزني وانا هوريك الشر. ماشي بس. ولا خالد. نعم. استفزه. هو شاب في سني. يعني دم حر. انا مش هستفزه، انا هطعنه في اعز ما يملك مشاعره ورجولته. قول له يا سي عفروتو يا ذكر يا بتاع الجن خالد. ماشي مع البت عفريتا. مين؟ البت عفريتا بتاعت جهنم الثانويه بنات. الواد ده يا وكيل بيقول ماشي مع عفريتا. يا سيدي شباب ربنا يسامحك. هو انت نازل من غير دم خالص؟ انت مش فاهم، انا لما اقول ربنا يسامحه ربنا يزعل منه ويوديه النار. هيجي النار في حتتنا بقى انا وقرايبي هنقرقشه هناك. عارف ازاي؟ سيبه بعد الوقت. يعني هتفضل سايبه لغايه ما يروح النار؟ اطلع بره. طب ما تجيب بوسه. مش انت. ايه يا عم؟ هو انت واقف تسقط دماغك بس؟ في ايه؟ يا اخ وكيل. للاسف عفريتا اتمسكت في طريق الطلبيه ابو ظبي. واحنا مالنا؟ طريق ايه؟ الطلبيه ابو ظبي، كانت في عربيه سيرفيس واتمسكت. يا وكيل. في ايه؟ الواد ده دخل في الاعراض. شفت؟ سيبهولي بقى. شفت؟ شفت؟ ايوه شفت. نويت على الشر؟ اقسم لك ما كنت ناوي. بس نويت. بس انا عايزك تفهم ان انا ما كنتش ناوي. ايوه بس دلوقتي نويت يعني. بس والله العظيم يا لهوي. نويت على الشر؟ نويت. اهو كده فرحني. يا نهار اسود. اقول لك ايه؟ اول حاجه ايه؟ ولع البيت ده. الشارع كله هيولع. ماشي. اقول لك ايه؟ ولعنا انا كمان. لا انت صاحبي. مالكش دعوه. وانا والح هبقى فرحان. حاضر حاضر حاضر. اقول جالي العفريت اللي هو. ابعد الولاد ديت، عايز اضره هو لوحده. تعالى يا وكيل. تعالى. اوعى اوعى. هوبا هوبا. بابا تكنيله. استر عليا. استر عليا ولا عليا والنبي. نفسي مره اكمل مشوار للاخر. والله نيتي خير. نيتك الله يخرب بيتك. جرى لك ايه المره دي؟ ما جراليش حاجه، ده انا ابن خيبابه. زي الزفت يا خرابي يا خرابي. ايه ده؟ كريم ايه؟ اسمي جمعة شربان. جمعة؟ عدد الاسامي يا جمعة. ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال الغبي ده؟ ايه رايك ده؟ مفيش ملامح يا خرابي يا خرابي. لا 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 بسم الله ما شاء الله يسرى.